شني شو هاي شني شني بالك سنني هاي شني شني في الحياة تي في هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلة ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني ما ترميش الشوك في طريقي يجي نهار اللي تجي عندي حفيان الدنيا اللي راك فيها ضيف عيش فيها نضيف وكي تبرد القلوب يبانوا العيوب واللي مقطع مقطع ما يتخيط ما يترقع ايه كبر الخروف وتعلم ينطح وابدا بالراعي اللي كان بيه يسرح باش تعيش في حياتك مرتاح ما تخممش في اللي راح لو كان سقسيت باباك علاش فاق بكري راك عرفت الخبز اللي في داركم شحال كان مشري مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي في عدد جديد من حصة أحكي مع شني اليوم راني متواجد في مدينة حمر العين هذه المدينة الجميلة الفلاحية والصناعية والاقتصادية والثقافية اللي معروفة بالطيبة نتاع السكن نتاعها بكري هذه كانوا فيها الكروم كان فيها واحد العنب ما شاء الله الكروم والكرم تاع المواطنين يتلاقوا ويصنعوا واحد الجمالية من بين المواطنين اللي اليوم جيت عندهم كذلك عايش في الغربة وما دام انتم يا ناس الغربة راكم تشوفوا فينا هذا واحد من عندكم اتصل بيا وراه دير حاجة مليحة بس راح نخليكم تشوفوها من بعد هذه واحدة ثانيا انا من عادتي ننقل انشغال تاع المواطنين وفي بعض الاحيان نصور النقاط السوداء نديها للمسؤولين باش يشوفوها ويحلوا المشكل ولكن التلميع نتاع بعض الاماكن اللي يديروها بعض المسؤولين ومن بعد هذاك التلميع يتكشف كي طيح الشتاء ثانيا تتكشف الحاله اليوم انا نقلت انشغال جيد وايجابي هذا يتعلق الامر باحد الاحياء في مدينه حمر العين شيء جميل وراكم رايحين تشوفوه وتكتشفوا شيء جميل جدا وتتفاجئوا يا جماعه الخير كاين بعض الانشغالات وبعض الاشياء اللي صورناها في ولايات اخرى راني رايح لضيق الوقت اللي درناها في حصص اللي فاتت رايح ننقل انشغال تاع واحد القاعه تاع سينما في مدينه عين البيضاء وهناك الكثير من الانشغالات اللي مع الوقت نزيد كذلك رايحين نزيدوا نديروها وندمجوها في الحصه اليوم رانا درنا انشغال تاع قاعه السينما راكم راحين تشوفوها في الحصه تاعنا اللي راكم تشوفوا فينا ربي يحفظكم راكم تشوفوا فينا في هذا الوقت اذا كنتم على مائده العشاء صح عشاكم الحجه والحجه انا دائما نقول لكم ادعوا لي دعوه الخير الدعوه كل واحد في الجزائر كل واحد بقلبه الطيب اللي يدعي هذه الدعوه لبلادنا ولينا وما ما تنساوش تدعوا اخوكم عبد الرحمن المهم نخليكم على الحصه وتابعونا يا جماعة الخير أنا من عادتي في الحصص اللي درناهم وكم شتوهم سابقا في حديث المقاهي تعودتوا أنكم تشوفون نديروا جلسات ولا هكذا قاعدة عفوية في مقاهي على مستوى كل مناطق متاع الجزائر وهذه المقاهي هي مقاهي شعبية اليوم أنا المقهى هذايا بل لي عصري شوية راني في حمر العين معناتها في مقر المدينة سوندروفيل تاع حمر العين همتك قبل جلوسك وعلمك ينفعك بعد جلوسك ويقولوا لي زابارونس سون توجور ترومبوز وكاين اللي يقولوا لي زابارونس سون بارفو ترومبوز معناها المظاهر خداعه وكيما راكم تشوفوا هكذا زعما الحطه تاع هذا المقهى نقدروا نقولوا لداخل ربما تشوف حاجه مليحه كيما تقدر تشوف حاجه ربما ما تعجبش وكاين واحد المثل اللي يقولوا ناس بكري كب الماء تصيب الرغاوي كل واحد كيفاش يبان المظهر تاعو الخارجي ولكن كي تقلب الداخل وتبحر الداخل وتتعمق الداخل تصيب اشياء ربما تكون ايجابيه ولا سلبيه انا ذكرني داخل هذا الصالون دوتي او حطه السلام عليكم السلام عليكم
يا وضياف ربي، واش راكم لاباس بخير؟ الحمد لله. كل يوم ما بخطاني حتى نجا الحرات. ايه رانا عايشين في المانيا. ما بين وبين؟ بين شتوتغارت لي زونفيرون تاع. باس ما كنتي هي. باس ما بزوخ، فاميلي بزوخ. فاميلي بزوخ وانت. يزعج ما هي او قال غيري اندس ماين هايمات وصل ليش مالها هذا شكرا ذات جوهر ذات سو ان شاء الله بيعود. شحال عندك انت في المانيا؟ 40 سنة. راني بعفوية دخلت للصالون دوتي هذا. اخويا مرحبا بك. واش يسموها قاعة شاي؟ قاعة شاي. وحتى انتم راكم تشربوا في لاتاي. رانا نشربوا في لاتاي. الله يبارك فيك. نحبوك وانت محبوبنا والشعب كاع يحبك يقدرك. كاين فرق ما بين يا اللي مزوق من برا كيف حالك من الداخل. واش تقول فيها الكلمة هذه لي زابارونس معناتها المظاهر؟ اي مظاهر انسان يكون مزوق من الداخل يكون ما مزوق من برا كيف كيف ما بين يعني ديفيرونس ترك عايش في اوروبا واوروبا يقولوا متقدمين ومتطورين وكذا صح هل هما يامنوا بالمظاهر كيما حنا نامنوا هل يخدموا الخدمه هذه نتا تامن اسكو يقولوها هما اللي مزوق من برا عطيني هما يقولوها دو سيت فاسون يقولوها دي نوتر مانيير هما التطبيق ماشي الهضره كنت نحكي مع واحد الله يبارك في عمره 75 سنة عنده لبسة بصح ما نقدروش نعرفه هل اللبسة هي اللي تعبر على الشخصية تاع الواحد مي في نفس الوقت رانا لقينا الشاب الله يسلمك عزيز واش رايك في الهضره هذه تاع يلي مزوق من برا شوف حالك من الداخل انا دوك ما نعرفكش بصح دوك ما على باليش على اللبسة هذه انا عجبتني بها الله يسلمك عزيز 38 سنة وراك داير شنو القشطة القشطه هذه درتها مولا 17 سنه ما نحيتهاش والله ما نحيتها نهار تروح بها للجزائر نخرج حتى للخارج ايوا حجيت بها وخرج بها وخرج للخارج بها دوك هذه الاصاله تاعنا حنا دوك لقيت انا جدودنا يديروها نديروها حنا يقولوا الناس بكري يقول لك لا يغرك هدوء المقابر فليس كل من في القبر في الجنه التراث تاعنا احنا شادين في التراث وعندنا احنا كل جمعه لباس تقليدي نلبسوا كما كتشوف لباس تقليدي الناس بكري كانوا يلبسوا هكذا ايه ها ايه الفارس الجزائري كما يلبسوا فكر الشيخ بوعمامه ها ايه تفكر الشيوخ تاع بكري والائمه تاع بكري والناس بكري وبالك جدك كان يلبس هكذا ايه كان يلبس سروال مدور ايوا انت يلبس سروال مدور عادي عادي وتلبس هذه حاجه مليحه ايه وراك فارس ان شاء الله فارس ان شاء الله وراك كل جمعه تلبس هكا كل جمعه دوك يشوفوك بل احنا كيشوفوك بالعمامه اللي ما عرفش قيمتها يحسوك باللي براوي معناتها ما تعرفش الدنيا زعما جاي من برا لقينا زوج راهم يسقهواو هكذا واحد داير بيري وواحد داير شيشي عراقيه من الملايير المستحيل بالنسبه لي هذا رايي المظهر خداع كيشوفوني هكا كيبدا يضحكوا وكان يدور راسه كي تشوفوا زعما كيما يقولوا الله الله حطها كبيره كما قالوا شنو الداخل كما قال يعلم الله وكي تخرج برا يشوفك سياره فخمه ولا كيما مليح ومن بعد يعرف قيمتك تشكو فخمه سياره فخمه رب العالمين يقول لا ينظر لصوركم ولا ثيابكم بل ينظر لقلوبكم وعملكم صح القلوب العمل ماشي ثياب مظاهر خداعه ليس الجمال باثواب تزينونا ولكن الجمال الجمال العلمي والادبي خداع المظاهر هذه كذا اللي بين المظهر مليح والداخل شي واحد اخر حدد ولا حرج كاين وين مظهر وين تكون حقيقه ولا سوفون هكذايا هذه هي مي ممكن وين المظهر كيما يجي كيما هذاك هو صح نخدم البطاطا نخدم الشجره نخدم التشينه نخدم الخوخ نخدم البقري مام هذاك اللي صح كيما ويبان كيما المظهر تاعو على الصوره الحقيقيه تاعو نعاودوا نقيسوا عليه على هذاك اللي كنا اللي غلطنا من الاول يروح المحرم في المجرم هذا يقول لك كل ما فيك ظاهر على فيك العام ذاك عرق ونص زوج على حسب هذا ومي ذاك تخلي بنا مي ذاك تخلي حتى هذوك الفلاحه الحمد لله قول انت وكان نورمال حاجه محيرتني مكسب صرح ثقافي وفني اللي قاعه السينما اللي كانت بكري كانوا يقولوا لها قاعه الفار في وقت العهد الاستعماري وحاليا رممت بمبالغ كبيره جدا وفيها الات انا نقولها لكم صراحه تحفه كسبوها الناس تاع منطقه عين البيضاء وحتى على مستوى ولايه ام بواقي من بين احسن قاعات السينما في الجزائر على بالكم ليكيبمون اللي فيها بالملاير من هذا لو دي سي بي الموزع الماده السينماتوغرافيه يدير اكثر من 7 ملاير ما نهضروش على لولوب اللي هي العدسه العدسه السينماتوغرافيه كذلك العدسه اللي الموزعه هذه العدسه فيها ديريود في تسوى 800 من يعني 8 مليون دينار فات وقتها باسكو حبست لا ليمونطاسيون ما نهضروش على اللي دات حوالي 40 ولا شحال مليار
40 مليون نتاع المادة الكهرباء عليها كوبوها خاطش خافوا كش ما تصركش حريقة، وتعرض هذا الصرح إلى سرقة، وقال لك على حسب ما يحكوا الناس قال لك حتى المفاتح تاع هذا القاعة ما كاش، حتى المفاتح وما كانش باش يدخلوا ليها ولا باش يرموا يعاودوا يسيوا كيفاش يهيكلوها ولا ينظفوها، ولا قعدت في الإهمال خدمة حوالي 4 أشهر وأسندت إلى ديوان الثقافة والإعلام. أنا من نتكلم على احتهيكل ما نتكلم على ديوان الثقافة ولا على الثقافة ولا على وزارة الثقافة، أنا السؤال المطروح على خلوها هكذا مهملة، واش راح يديروا لها، وشني هو السبب اللي خلاها تتغلق وتتغلق في وجوه الناس تاع عين البيضاء اللي شافوها مكسب وطمعوا فيه. احكي لنا الوضعيه الحال. سينما لوفار سابقا حاليا ولات قاعه الطهر والطار، يعني نتاسفوا جدا. كانت هذا القاعه هذه كانت متبعه البلديه وتم تسليمها الى مديريه الثقافه ولولايه ام البواقي، وكذلك تم الثاني تسليمها الى الوانسي ديوان الثقافه والاعلام. يعني خسروا عليها مبالغ، يعني ما عندي ما نقول، يعني مبالغ ضخمه، يعني مبالغ معتبره. خدمه 5 شهور ولات على سيربريز جينيرال غلقوها، يعني تأسفنا. هزوا تاع الوانسي طيشوا فتح العساسه وراحوا، وحاليا هي باقيه مهمله قاعده يعني فريمون، يعني الحمام، يعني نقولها بكل صراحه الحمام، يعني شيء مؤسف. هذه سيريما سيريما الفار تفرجوا فيها بكري، وعندنا سيريب تشني، فهمتي؟ سيريب تشني من هير رايتوا احنا سيريب تشني. ايوا هذه كانت ثقافه عندنا ما شاء الله في عين البيضاء، مدينه عين البيضاء، نتفرجوا عندهم الشباب نعقبوا وقتنا، في وقتنا احنا نعقبوا وقتنا، ندخلوا هنا نعقبوا نتفرجوا سينما مسرح، نتفرجوا لهي ثاني كيف فهمتني، نحاولها شارم تاع نحاولها الوجه تاع دارها زعما مركز ثقافي ولا واش، وما كان والو سعيد نغلقوها ما فهمناش. بارك الله فيكم كي زرتونا هكا وتكي طليت علينا رحم والديك ديما تذكرتينا. بارك الله فيك، سي تان غران بليزير كي زرتونا. غران بليزير والله بليزير. نهضر هضره برك، انا السينما هذه في قديم الزمان كان يخدم فيها جدي، كان جدي حمدودي كان مناظر، هو اللي كان حاكم هنا في السينما. ما اسم قال نهضر في قديم الزمان، هذه كان ربي اسمه جيل بار جيل بعد جيل بعد جيل درك صايب. شكرا. راني متواجد في حي بوثلجة، الشهيد بوثلجة في مدينة حمر العين، هذه المدينة المضيافة اللي معروفة بالطيبة تاع السكان تاعها، واحد من الطيبين مغترب في أوروبا في مدينة مارسيليا، في حي من أحياء مارسيليا، هو يخدم حلاق في مارسيليا. على مدى الوقت اللي عاشوا في فرنسا جمع شوية دراهم، كان يجي لهنا الحومة تاعو الحي تاعو. راكم شفتوا الصورة القديمة تاع الحي، شوفوا الصورة الجديدة تاع الحي اللي قلبه ما يخممش غير في روحه، خمم تفكير جماعي كوليكتيف، معناها الجيران كل واحد وإمكانياته، كل واحد واش قادر يدير، ولكن الشيء اللي قدر يديره هو من بين الأشياء الجميلة، هذا الشيء الجميل وقلبه المليح أصنع واحد التضامن، واحد الأخوة بين الجيران، ويرجعهم عايشين في نمط معيشي واحد، ثقافة عمران واحدة، عكس بعض الجيران في مناطق واحدة أخرى اللي واحد يبني حاجة قدام جاره ما تديليش الطاقة قدامي ما تديليش، وربما يديله حقه. في بعض الجيران اللي خموا غير قدام، كيما يقولوا صباح الخير يا جاري، أنت في دارك وإحنا في داري، كانوا يقولوا باللي بكري كان الباب اللوح والقلب مفتوح. يا جماعة الخير ذوك راه الباب حديد والقلب صديد. المهم الرجل هذا الشيء اللي داره، وانا نظن لو كان يكون في بعض الولايات في الجزائر العكس، كاين بعض المغتربين اللي ربما عنده امكانيات يبني فيلا يطلعها وقدام جاره اللي ما عندوش يبقى غير يشوف، وهذا من حقه احنا ما قلنا والو، بصح هذا ما خممش على روحه برك.
خمم على الفكر الجماعي معناتها حومته. شوفوا الحي كيف رجعهم كاع في حومه واحده، ورجعنا ما احنا ان نعيش في بيت واحد كان ما راهم في دار واحده. بكري كما كانت الناس هكذا، كانت بكري دار واحده، تقسميله واحده، جفنه واحده، هم واحد وفرح واحد. وطال وطال قضيه في ربي، هذه يقولوها في اوروبا ضيا بربي ولكن احنا عندنا لهنا نقولوها. ومرحبا بكم عندنا. الله يسلمك يا خويا. واش نقول لكم، احنا يا شغل في الاول كانت فكره بسيطه وما زالت بسيطه نورمالمون. احنا كي وفقنا المولى عز وجل وبنينا هذا البنيان، كانت يعني الارضيه شويه تراب وكما احنا نقولوا غيس وكذا. قلت انا نسي كيفاش نهيئ البلاصه تاع وين نسكن. ومن بعد قلت لازم نهيئها يعني كامله حتى الجوارين تاعي بروفيتيو من هذا الشيء. وبشويه بشويه مع الجوارين الحمد لله ومع الناس اللي وقفوا معنا اللي خدموا معايا وكل شيء، يعني قدرنا باش نديروا هذا الشيء اللي وفقنا المولى عز وجل. اسمح لي، الشيء اللي درته ربما غير حتى الذهنيه. لا غير، غير بزاف. واش تشوف بعض الجيران اللي كي يجي واحد يبني اول واحد يعارضه هو جاره، هو ما في حقه، واش تقول؟ كاينه هذه ولا لا؟ لا كاينه بعض المشاكل، ولكن الحمد لله يعني ما فقدناش الامل. ايه ماشي هذو الامور اللي خلوهم يعني اثروا علينا باش ما نوصلوش واش رانا حابين نديروا. احنا اقوى على كيما احنا نقولوا على هذو الناس اللي نيجاتيف، يعني كان عندنا بيوت لازم نوصلوا ليه وصلنا ليه الحمد لله. كيفاش فكرت باش دير هذا الشيء هذا؟ اسكو كنت ليه، كنت كاين الناس كي يروحوا ليه يخمم غير وين راه ليه، ما يخممش. انت خممت حتى في لا لا احنا حومتك وفي جيرانك وراك درت لهم حاجه جماليه. احنا يعني ابناء الحي هذا، انا زدت هنا وكبرت هنا وترعرعت هنا وقريت هنا، وهذو ديار كاع شغل دارنا. انا كنت انا هاي الدار تاعنا لهنا هذه، وكنت ندخل لهنا ناكل، ندخل لهنا نبات، ندخل لي كانت نسقهوة، يعني هذه كاع دارنا. رد الجميل. ايه يعني كي عاودت وليت قلت انا يا نسي كيفاش ندير بصمة تاعي في الدار اللي كبرت فيها وترعرعت فيها. هذا هو يعني اللي هذا الرجل الجمال اللي في قلبه الداخل والروح تاعه الطيبة. انا قلت قبيلة الناس طيبين، الجزائري طيب، ناس حمر العين طيبين، الطيبة تاعه رجعها في هذا هاي الطيبه وجهه داروه هنا. نشوفوا مثلا التطهير، هذه اللي ديتها التطهير كيفاش درتها؟ هذه ولا غير يعني ديت لاسينيسمو ستادير لاسينيسمو، ديت افكار ملهيه وراني عايش. قلت انا علاش حتى يعني بلادنا ما نقدروش نرجعوها كما هذه البلاد، وعندنا يعني امكانيات باش نكونوا ما خير كاع. وقلت بوكو با يعني نجي لهنا ونسي كيفاش ندير بالمقدور اللي عندي، وان شاء الله تعم كاع البلديه وكاع الوطن. النموذج والتجربه ان شاء الله تقدر ديرها في احياء اخرى. لا لا ان شاء الله ربي يوفقنا باش هذه الفكره هذه تتطور وتعم كاع البلاد تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. باسكو رانا خدمنا هذه وزدنا خدمنا هذيك الزنقه الاخرى اللي مليكات، ومازال نزيدو نخدموا واحده اخرى ان شاء الله. يعني انت راك تجي شهر شهرين، شو وجدت؟ ولو كنت تقعد هنا عامين ثلاث سنين واش؟ بدل قلب تقدر تروح الولايات واحد اخرين. بدل قلب كاين بعض الاحياء اللي يقدروا تقدر تساعدهم، يعني اسكو كاينه امبوسيبيليتي؟ بيان سور. ويسك لي ديري عندك بوك يشوفوك على بالك رايحين يشوفوك ان شاء الله، ربما يتصلوا بك ان شاء الله. مرحبا بهم. مرحبا بهم. شيء جميل. ايه مرحبا. وان شاء الله كيما يقول لك بلادنا احنا كشعب احنا اللي نرفدوا بلادنا، ماشي بلادنا ترفدنا. ما نبقاوش نستناو البلاد تعطينا، احنا نعطوا لها هي تعطينا. صح. وما ننساوش باللي شهداء الوطن، شهداء الثوره التحريريه مدوا ارواحهم، صحوا في صح. كل شيء وكانوا يحلموا بهذه الجزائر. واليوم احنا هما مدوا ارواحهم على جال البلاد. كيفاش واحد نستناو؟ لا 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 لا، يعني كاين بعض الناس ما نقولوش كاع، كاين بعض الناس اللي راهم غالطين بزاف مساكن. ان شاء الله يغيروا هذو الافكار اللي راهم في رسانهم السلبيه هذو، يبقاو يستناو ديما في الدوله تعطي لهم. الدوله تطول، اعطي للدوله الدوله تعطي لهم. المهم انت الدوله شجعتك كي درت الشهاده. الحمد لله. وإنسان ما شاء الله وفيه الطيبة، وإنسان طيب ماشي كتره قدامي بدون مجاملة. الأمر ما محبش عند هذا في تهيئة الطريق وكسيتيرا، بس كتعدى الأمر راهو يبوسي فينا الأخ سيد أحمد باش نكريو إن أسوسياسيون متعلقة بالبيئة والنظافة. كل ما يتعلق بالبيئة والنظافة هو درج فكرة للشاب
وحتى راك تشوف الحيوانات ودار لهم قيمه دار قيمه للحيوانات في الجزائر. هذه ما تتعوض في حتى بلاد، مساله شويه اراده برك والله العظيم غير دواخل من اوروبا. انا يتم عطيت لوليدي، كانت عندي ليدي ديجا كنت نشيما فوالا عطيتها لسامي. ناس بكري قال لك وطني وطنيه لو كان رقاد القطري. مهندس المعماري. مهندس معماري، ليدي كانت عندك انت اللي درت نشيما؟ ليدي يعني لما اتصل بي الاخ سيد احمد قال لي وحاب يعاود لاميناجمون يخدم لاميناجمون تاع هذا الحي، قال لي كيفاش راهو حابها وكامل. بعد هيك خدمت له ان بروبوزيسيون، بعد هيك بداو في الانجاز تاعها، ويعني الانجاز دون فريق فريق الانجاز اللي خدموا على المشروع كان حيبقى على ورق. يعني الشكر 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 الكبير للفريق اللي قام بالانجاز. وانا اللي صابر وصابر طال عويدنا دائما رئيس البلديه ننقلوا له انشغال تاع مواطنين ونقاط سوداء. اليوم رايحين ننقلوا للسيد رئيس البلديه انشغال ايجابي اللي انا شتو صوره ايجابيه نمطيه من احدى الاحياء في مدينه حمر العين. حنا نعرفوا بلي كاين نقاط سوداء ولكن كاين نقاط اخرى بيضاء لامعه ماشي ملمعه. وانا كما قلت قبيله للسيد رئيس البلديه كاين في بعض الاحيان احياء تكون هما يفابريكيوها، معناتها صور مفبركه. اليوم الصوره هذه ماشي مفبركه، دارها مواطن. انتم كسلطات محليه كرئيس بلديه من حسن الحظ اليوم راني رايح نحكي في الخير الحمد لله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اولا نبداو بالشكر المباشر على الحصه تاعكم اللي زرتونا اليوم، قدم لكم الشكر في اول لقاء. كان صدفه جيتوا لينا عطيتونا سؤال فيما يخص النقطه البيضاء كما سميتها. هذه هو تحقيق للواقع للمواطن الجزائري الحر، يعني لانه التضافر الجهود تاع المواطنين تاع الحي هذا باش يديروا هذا الانجاز مش حاجه سهله. الحاجه الاولى لازم الاراده. احنا كبلديه محليه كسلطات محليه نسيروهم وكنا عاوناهم ومدوا لهم الرخصه القانونيه باش يخدموا هذا الشيء. ومن هذه النقطه بالذات في هذا المقعد بالذات قررنا باش نعموا هذه على جميع الاحياء تاع البلديه كسلطه محليه، نديروا الواجب تاعنا المالي والتطبيقي والعملي. وكمواطنين لازم يكون عندنا حس المواطنه وحس النظافه باش نمدوا وجهه شباب البلديه تاعنا. السيد رئيس البلديه حبيت نتكلم في موضوع وشويه نتعمقوا فيه. مانيش نحكي عليكم انتم كبلدي، ولكن صور شفناها في بلديات اخرى لما يقوموا بعمليه تهيئه مقارنه، كيف تجد المقارنه ما بين عمليه تهيئه داروها مواطنين وداروها مع ناس مختصين فيهم المهندس راه من بين الاوائل ودار يعني متحصل على جوائز عالميه وراهو دا حتى الباك تاعو بافيك مونسيون صح. احنا نروحوا للحي، نروحوا للب الموضوع. كاين في بعض الاحيان لما يديروا تهيئه يديروها كشغل ماكياج، طيح الشتاء يروح كلش مفبرك، ماهيش زعما ماهيش مبنيه على اسس عميقه، ماهيش صحيحه. دراسه التقنيه مش صحه. بصح كي شفنا هذه رانا شفنا صوره عكس الصوره اللي يخدموها في بالك، كيفاش تشوف؟ هل انت تشجع ولا تقدر دير كيما هما؟ يعني واش تقول؟ شوف هي باش نقولوا ماهيش يعني كي طيح الشتاء تروح. احنا كاينه حاجه انه الحرص على الحاجه، الانسان اللي يحرص على الحاجه دوم له المتابعه. احنا واش رانا نشوفوا احنا باللي بعد ما نهيئوا محيط الدوله الجزائريه باش ما تهيئ محيط ولا تبني محيط. مع الاسف المواطنين ما يحافظوش على النظافه تاع المحيط هذاك ولا التهيئه. كاين اللي يكسروا تروطوار، كاين اللي يطلع طوموبيلته فوق تروطوار، كاين اللي يتبلو يقلع بوطو، كاين اللي يتبلو يطفي. بصح كي يخدمها واحد بدراهمو كي يخدمها المواطن بدراهمو ولا المحل لجنه الحي هذوك نشوفوا باللي يحرصوا على النظافه تاع المحيط هذيك. احنا الثقافه الجزائريه راه مشكل فكري. وجودك على راس البلديه انك انت اللي راك راح نعمم الفكره وتصنع هذا الوعي هذا على لانك 43 حي. شحال كاين من نقطه سوداء؟ 43 حي كاين واحد 15 نقطه سوداء. وعلاش وهذا النقطه السوداء ربما هذا هو اللي يساهم في تحريك وتفعيل وصح الانسان لازم يساهم في انشاء الجمعيات اللي راح تنشط في الحقل هذا. احنا نقولوا المواطن هو الشريك الدوله. هذا الجماليه تخلق حتى جماليه القلوب. المهم مشاهدينا الكرام
يا وجه الخير يا اللي كان صاري فينا وفيكم التير، كان صارياكم شتو الحومه كيف كانت تطراب ورجعت جميله. كما انا موالف نقول يا سيد المير ويا سيد الوالي وسيد الوزير لازمك تجي هنا تشوفها وراح تفرح. نزيد لكم حاجه مشاهدينا الكرام، اللاعب اسماعيل بن ناصر هو الحلاق تاعو في مدينه في ار دي مارسيليا. شكوى للفيفا هاي دني دني، نبكي بدموع هاي شني شني، بيستو معرفه هاي دور دور، والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني.